بونجور، معكم الدكتوره سكينه كتاني، طبيبه الطب التجميل والعلاج بالليزر بفاس. دونك هذا النهار غنتكلموا على موضوع مهم جدا. فبحلول فصل الصيف كنتعرضوا بزاف للشمس، والشمس كيما عندها اضرار عندها منافع. دونك غنبداو بالمنافع ديال الشمس. دونك المنافع ديال الشمس، المنافع خصنا نعرفوا انها كتعطينا الفيتامين دي، اللي هو مهم جدا للاسنان، العظام والمفاصل، وايضا الجلد. فهي كتقدر تحسن ايضا امراض بحال الصدفيه او الاكزيما. دونك الشمس كلنا ملي كتشرق شميشة كنبغيو نخرجوا، دونك فهي كتعطينا طاقه ايجابيه، فهي مضاد للاكتئاب جوستومون. دونك فوالا، كما عندها منافع عندها اضرار. هاد الاضرار هادو نقدروا نقسموهم على جوج. دونك الاضرار اللي كتكون مباشره بعد التعرض للشمس، بحال الحروق اللي كتكون متفاوتة الخطوره، فهي من حمرار حتى يقدروا يبانوا لنا الفافط. دونك وهاد السبب ديالها تيكون هما لي يو في بي، يعني الاشعه من نوع بي. دونك ايضا عندنا اضرار على المدى الطويل، بحال التصبغات الجلديه اللي هي اضرار حامضه، وكاين كذلك التجاعيد بحال اللي كتشوفوا سوغ لا فوتو. هذا السيد هذا كان ديما سائق سياره، كان ديما تيمشي في نفس الاتجاه، وتعرض بزاف ديال الوقت للشمس من هذه البلاصه هذه. دونك كما كتشوفوا الاعراض ديال التعرض للشمس كاينه في هذه المنطقه هذه، في المنطقه الاخرى ما كايناش. دونك هذا مثال حي على الاضرار ديال الشمس على المدى الطويل. وايضا كاين الاورام الحميده اللي تقدر مع الوقت تولي سرطان جلد، وكاين سرطان الجلد. هاد الاضرار هادو تيتسبب فيهم لي يو في ا، وهاد لي يو في ا هادو اللي ما عارفينش بزاف ديال الناس هو انهم تيقدروا يخترقوا الجاج. يعني الا كنت كندور في الدار والشراجم مشدودين غير بالجاج، راه ما كنحميش راسي من التعرض لهاد الاشعه هادو، راه كيقدر يدخلوا ويديروا لنا هاد الاضرار هادو اللي هضرنا عليهم. ايضا الا كنا في الطوموبيل وقلنا بان الجاج ديال الطوموبيل كيحمينا، راه ما كيحميناش من هاد الشيء. دونك خصنا وسائل وقايه وحده اخرى. الوغ بالنسبه للوقايه باش نقيو راسنا من هاد الاضرار هادو، كاين ثلاثه ديال انواع الوقايه. كاينه لا بروتيكسيون اوغير، اللي هو ما خصناش نتعرضوا للشمس فواحد الوقيته من النهار، حتى يكونوا داك لي يوفي ولا يوفي بي مجهدين بزاف وعموديين. واخا كيكونوا نهار كامل، ولكن اكثريه تيكونوا ما بين 11 ديال النهار حتى الربعة ديال العشيه. دونك بالنسبه للناس اللي كيكونوا اكثريه في الشاطئ ولا في المسابح، من الاحسن ما يجلسوش للشمس في هاد الوقيته هادي. بالنسبه لا بروتيكسيون فيزيك، ايضا بالنسبه للدراري الصغار يمكن لكم تاخذوا لهم دي مايو اللي كيتباعوا فيهم اس بي اف ديالهم. داك الاس بي اف هو الوقايه من الشمس، بحال اللي كاينين في لي كريم سولير. خلينا نشوفوا اس بي اف، دونك كاينين كيكونوا بالكمام وبالبرجيلات. دونك وخصنا نعرفوا ان مهمه هاد الوقايه ديال الدراري الصغار، حيت كاع الاضرار اللي هضرنا عليهم من قبل كسرطان الجلد ولا الاورام الحميده ولا هذا، كيكون فريمون من الواحد من هو صغير، وهو تيجمع العوامل اللي كيديو به من بعد انه يدير لنا هاد الاضرار هادو. دونك الوقايه خاصها تكون من الصغر. ايضا كاينه لا بروتيكسيون فيزيك، يعني بالنسبه للملابس اللي خاصنا نلبسو، خاصنا نلبسو ان شابو، يعني قبعه ماشي كاسكيت، ومن الاحسن تكون خارجه 7 ديال سنتيمتر باش نقدروا اننا نقدروا انها تحمينا من الشمس. دونك ايضا الملابس ديالنا معروف اننا كنلبسوا الالوان الفاتحه فاش كترق شميشه وداكشي، كنلبسوا الوان فاتحه، ولكن الالوان الداكنه كاللون الاسود راها كتوقي اكثر من الشمس. باش يكون معروف ان كاين لو كونترير، ولكن لا، الالوان الداكنه هي اللي كتوقي من الشمس حيت كتعكس لنا الشمس، ومني كتسخن بزاف راه من حيت كتحمينا من الشمس ماشي العكس. دونك وخاصنا من الاحسن نفضلوا الاثواب اللي قاصحه بحال الجين، يعني ماشي داك الاثواب اللي كتكون مشبكه ولا هذا، اللي تقدر تدخلنا الاشعه ديال الشمس. بروتيكسيون اوغير، لا بروتيكسيون اوغير هي مهمه، لان كاين واحد الوقيته في النهار اللي ما خصناش نتعرضوا للشمس فيها، كيكونوا لي زيفي ولي زيفي بزاف، وتتكون تتكون شمس عموديه. دونك اللي هي من 11 ل 4 د العشيه، من الاحسن الناس اللي كيكونوا في الشاطئ ولا في المسابح ما يجلسوش في الشمس في هذه الوقيته هذه، واخا تكون نهار كامل كاينين اشعه، ولكن سورتو فهاد الوقيته هادي نجنبو الشمس. بالنسبه لا بروتيكسيون شيميك، بحال دابا الناس اللي كيبغيو يخرجوا اولا كيكونوا خدامين اوبليجي انهم يخرجوا في داك الوقيته اللي تيكون فيها الشمس قاصحه، دونك يمكننا نستعملوا
وهذا مهم جدا، لا كريم سولير او الواقي الشمسي. وهذا ليكرون سولير الواقي الشمسي خاصو يتستعمل كل ساعتين ديال المكانه، لان ماشي نخرج في الصباح ونقول صافي راني محمي، درتو مره في الصباح ونقول راني محمي، نو، كل مره في الشمس خاصو يتعاود كل ساعتين ديال المكانه. الا دخلنا للبحر ولا عملنا في لابيسين خاصنا نعاودوه فاش نخرجوا، ومعليش قبل ما نخرجوا في الدار نديروا واحد ربع ساعه قبل، وممكننا نديرو حتى في الدار الا كان عندنا الشمس داخله من الجاج ولا الشمس بزاف ضربه في الدار، دونك لا بد ما نديروه. الناس اللي كيدخلوا عرقانين للدار وسخانين وبغاو يدوشوا ولا يغسلوا وجههم بالماء ما بارد، الوغ حنا خاصك تعرف بالنسبه للجيد راه ديما كنفضلوا الماء بارد على الماء سخون، حيت الماء سخون عنده اضرار بحال انه كيبس كيدير نشوفيه ديال الجلد ايتو، دونك لا كان دار الماء بارد ولا دوش بالعكس راه سي بيان، حيت كيكون واحد عرقان ولا غسل داك العرق راه كيقدر انه يتجنب الفطريات ديال الجلد، دونك مزيان سيغت ما يكونش الماء بارد بزاف باش ما يتخلعش، يعني داك لو شوك تيرميك ما يكونش، ولكن كيبقى مزيان. وبيان سور الوقايه خير من العلاج، ولكن معليش الى الواحد تحرق بالشمس او لا خرجوا له شي طبايع او لا بقع ما يغفلش عليهم، دونك يمشي عند الطبيب، لان هادشي كيكون عنده من بعد نتائج سلبيه، يعني الحاجه يمكن لها تكون في الاول بسيطه وتولي شي حاجه خايبه من بعد، دونك من الاحسن استشاره طبيه. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.